جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سائل من جمهورية مصر العربية مقيم في المدينة المنورة يقول إنه يبلغ من العمر 29 عاما وقد وجد فتاة فيها جميع المواصفات المناسبة من الالتزام وعدم التضرر، فارتبط بها عاطفيا كما يقول لمدة 7 سنين، وعندما أراد الزواج منها عارض أهله جميعا، فكيف يتصرف حينئذ؟ وهل يعتبر عاقا إذا ما خالف والديه وتزوج بتلك الفتاة؟ جزاكم الله خيرا. هذا مما يجب في جمع الكلمة وإرضاء الوالدين والنساء، والحمد لله كثير. فإذا ترتب على زواجه لهذه الفتاة سوء تفاهم بينه وبين والديه وبين أقاربه وبين أسرته، فإن الضرر الذي يحصل في ذلك أكثر من المنفعة التي تحصل بزواجه منها، في حين أن النساء كثير والحمد لله، وجمع الكلمة مطلوب وإرضاء الوالدين أيضا مطلوب. والله جل وعلا يقول وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، فلا يحرص على تزوج بهذه الفتاة ما دام أن والديه وأقاربه معارضون في زواجه لها.